يقول السائل: أديت عمرة عن والدتي المتوفية، وأريد أن أؤدي عمرة أخرى عن والدي المتوفى، فهل أحرم من جدة لأنه مقيم بها، أو يكفي أن يذهب إلى التنعيم مع العلم أنه معتكف هنا في المسجد الحرام؟ إن كان أنه نوى الاعتمار من جدة فلا بد يحرم من جدة، أما إذا كان ما نوى الإحرام إلا من مكة فإنه يخرج إلى التنعيم ويحرم من التنعيم. الذي في مكة إذا نوى العمرة فإنه يخرج إلى الحل ويحرم من الحل، أما الذي خارج مكة فإنه يحرم من مكانه إذا كان دون المواقيت، وإن كان في المواقيت أو وراء المواقيت فإنه يحرم من المواقيت التي على طريقه. نعم.